اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من صحتك بالدنيا. احتفلت رائده الاعمال المصريه دكتور رشا شلبايه الحائزه على جائزه افضل سيده اعمال في افريقيا والشرق الاوسط عام 2016 من الاتحاد العالمي لسيدات الاعمال، احتفلت بمرور 13 عام على انشاء مجموعه شركاتها البرازيليه والامريكيه ستار بيوتي انترناشونال، والاعلان عن بدء تصنيع اول خط انتاج مصري ليها فيم هير كلينيك. نشوف التقرير وراجعين تاني. ستار بيوتي انترناشونال احنا بقالنا 13 سنه في مصر، بس يمكن السنين اللي فاتوا ما كناش مركزين قوي على الشغل جوه مصر على قد ما كنا مركزين على شغلنا في الشركات البرازيل وامريكا. لكن بعد ما خدنا الخبره الكفايه بقى عارفه اللي هو خلاص بقى انا رحت الدول دي اشتغلت وتعلمت ودرست وخدت الخبره الكفايه، جينا بقى السنه دي علشان نعمل بقى اللونشنج لاول خط انتاج مصري اللي هو فيم هير كلينيك. يعني عارفه اللي هو ايه، انا عارفه انه في ناس كتير شايفاني مجنونه لو انت بعد ما نجحتي في البرازيل وامريكا جايه تعملي مصري، بس انا شويه عندي بقى الحته بتاعت ايه، عارفه المصري معروف بجبروته دي، فاللي هو لا انا عايزه ابتدي انافس نفسي، يعني عايزه البراند المصري ابتدي ينافس البرازيلي والامريكي وانافس بقى كمان كل الشركات العالميه، انه انا لما اتعلمت وفهمت الموضوع ماشي ازاي فاللي هو ليه لا، يعني ليه لا ان احنا نقدر نعمل حاجه على مستوى عالي جدا ونقدر نعمل حاجه تنافس اكبر البراندات العالميه. واكيد انا هيكون ليا الشرف يعني ان انا اكون اول حد مصري يعمل براند مصري على مستوى عالمي واقدر ينافس بيه في العالم كله. مهمة طبعا جدا، احنا ما نقلش اي شيء عن اي حد بره، يعني بالعكس احنا عندنا فكرة حلوة قوي وعندنا ناس مجتهدة جدا وبتعرف تدور وتطور من نفسها وتشوف الشيء الجديد اللي ممكن يكون مفيد، فلا احنا نقدر نعمل اي حاجة على فكرة. بالعكس انه يبقى في حاجة كده، في منتج مصري بيهتم بالشعر او بالبشرة او باي شيء تجميلي، ده مهم جدا طبعا، دي حاجة كويسة جدا فخر لينا يعني. مرض بيعاني منه نسبة مش قليلة من الستات والرجالة بيخليهم يلجأوا لدكاترة كتير وعمليات جراحية، وهو مرض السمنة المفرطة. وعلشان تعالج المشكلة دي لازم تلجأ لمركز متخصص بيحتوي على أفضل الدكاترة في مجال جراحات السمنة المفرطة. علشان كده احنا هنروح النهاردة على أكبر مركز في مصر لعلاج السمنة، وهو مركز الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر وزميل كلية الجراحين الأمريكية وعضو كلية الجراحين الملكية بلندن وحاصل على أعلى تصنيف جودة في العالم في مجال جراحات السمنة SRC. نشوف التقرير وراجعين تاني. مركز الأستاذ الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة. تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، وجراحات السكر، وجراحات تنسيق القوام، كل العمليات تجرى بالمنظار. اختيارنا لأكبر مستشفيات في مصر، مجهزة بأحدث غرف العمليات على أعلى مستوى. الأستاذ الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، زميل الكلية الملكية لجراحين لندن، عضو كلية الجراحين الأمريكية. مشوار طويل من الخبرة في عالم جراحات السمنة. الأستاذ الدكتور كريم صبري الحاصل على شهادة الجودة العالمية في مجال جراحات السمنة من مؤسسة الـ SRC. أنا اسمي الشورى موسى موسى، وزني 200 كيلو، عندي 60 سنة، عندي السمنة جامدة أوي مش عارف أتحرك منها وتعبان، يعني بعاني منها جامد أوي أوي، وبعرفش أتحرك ولا أشوف أكل عيشي.
وتراكمات جامده قوي عندي. فبصيت في التلفزيون لقيت الدكتور كريم عامل عمليات ناجحه ما شاء الله وسمين عني كتير يعني، وشفته على النت ما شاء الله جميل قوي، حالات جامده وناجحه وحلوه. وكمان اللي خلاني اتشجعت اكتر ان انا لقيت حالات عندي موجوده في كفر الزيات جيراننا اضخم مني ونجحت وبقت حلوه، فربنا عني وجيت له ودخلت له رحت كشفت عنده. الراجل يشكر قابلني مقابله حلوه والله، وشه بشوش وجميل وحلو. وقعدت معاه اتفقت معاه وقال لي حولني، عمل لي اشاعات وتحاليل وكله، وان شاء الله باذن الله انا بصور دلوقتي قبل ما اخش العمليه، وما اعمل العمليه ان شاء الله في لقاء تاني معاكم عشان نقول لكم على اللي حصل. اهلا بيكم النهارده، احنا يعني بنحاول ان احنا نبقى معاكم في جو العمليات النهارده. ما قبل العمليات احنا خلال ان شاء الله ساعه كده هندخل العمليات، بنصور يعني قبل العمليات يعني لكسر الحاله النفسيه او التوتر قبل العمليات. النهارده الحاج شهره الحقيقه هو 60 سنه، عندنا شويه يعني عقبات في الوزن، احنا وزننا 200 كيلو، عندنا كمان يمكن زي ميه كتيره في جدار البطن اللي هي الفانتيز او يعني مرض الفيل في جدار البطن نفسه، فسمك جدار البطن سميك. والحقيقه طبعا عندنا يمكن التهاب خلوي كمان في رجلينا، ويمكن احنا الوزن الكبير ده عقبه كبيره جدا صحيه وعقبه كبيره جدا قد تعوق التنفس اثناء النوم وشخير بقى بالليل يعني بسبب تراكم الدهون في الحلق. والحقيقه دي حاجه يمكن بعيده كمان عن المفاصل، احنا يمكن شايفين ان الحركه برضو ربما تكون قليله، ان احنا محتاجين شويه حركه على قد ما نقدر بحيث ان احنا يعني نساعد يعني الجسم كله ان هو يستهلك كميه الاكل حتى الصغير ده اللي احنا استخدمناه او كميه الطاقه اللي احنا بنستخدمها، ويسرع نزول الوزن افضل من ان احنا لو عملنا العمليه وقعدنا بدون حركه. انا اسمي الشارع موسى، عندي 60 سنه، دخلت عمليه التكميم والدكتور ما شاء الله عليه، هو اللي طقم معاه الدكتور كريم ما شاء الله عليه وعلى الطقم اللي معاه وعلى الاخوه رجاله وبناته كلهم، طقم ما شاء الله عليه كله، والراجل محترم وشه بشوش، وانا الحمد لله اخر حلاوه بكلمكم وانا حلو والله، طالع من العمليه واتمشيت في الطلع كويس والحمد لله. وانا بنصح اي حد والله عنده سمنه ما يسكت على نفسه. اهلا بيكم الحاج شهره، الحمد لله ربنا وفاه، ويعني الحقيقه كان بقاله 30 سنه ما فيش حركه خالص، والحقيقه ربنا وفاه الحمد لله، عملنا له عمليه تكميم معده. عمليات التكميم طبعا من العمليات الفعاله في انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار زي ما قلنا، هي محتاجه بس امكانيات عاليه جدا في يعني تجهيزات طبيه، يعني ما قبل العمليه تحضير على اعلى مستوى، عمليات على اعلى مستوى سواء في اجهزه البنج، اساتذه التخدير اللي بقوا في التيم معانا يعني عندهم درايه كافيه جدا بالاوزان الضخمه. انا بوصي دايما ان عمليات السمنه المفرطه تتعمل في احدث يعني باحدث المستلزمات الطبيه، اجهزه تخدير تكون على اعلى مستوى بحيث ان احنا نصل للنتيجه دي. احنا كنا قاعدين والله الصبح النهارده بنصور في قبل العمليات، وده احنا وريناكم قبل العمليه وبعد العمليه، ده اكيد في مجهود اتعمل ربنا يوفق فيه الحمد لله، بس بناخد بالاسباب بحيث ان احنا نعمل افضل حاجه لكل الناس اللي هي عايزه تنزل في الوزن. الحقيقه الحاج شهره يعني عايز يختم بكلمه كده، يعني طول الوقت عايز يقول كلمه، اتفضل الحاج شهره. جزاك الله خير يا دكتور. اخوكم الشهره موسى موسى والله العظيم، احمد ربنا الاول على العمليه، والدكتور المحترم الذوق وجميل والله، اول ما قابلني انا ارتحت له، وشه كده بشوشه حلو ويقابل كده وربنا يديله الصحه ويبارك له في صحته وفي ولاده، واشكر ربنا
وثم بعد الدكتور كريم. أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا. وصفة طبيعية، جملة خدعت بنات كتير، وأغلبية البنات بتعمل وصفات لبشرتها بتكون عادة من جوجل أو سمعت عنها من واحدة صاحبتها وناسية إن في حاجة اسمها أنواع البشرة، وإن الروتين اللي هي ماشية عليه ممكن يضرها أكتر ما ينفعها. النهاردة هنعرف إزاي نحافظ على بشرتنا مع ضيفتي اللي منوراني دكتور دينا أبو سعود. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتينا. حبيبتي أهلا بيكي. طيب دكتور دينا، يعني حاجة بنشوفها كل يوم، كلنا بنفتي في حتة العناية بالبشرة، وحتى أونلاين وعلى فيسبوك وكده بنشوف اختراعات كتير، من أكترها انتشارا اعملي مثلا بخار كتير على وشك عشان تفتحي المسام وتحطي بقى أي كريم ساعتها، فأنت كده الدنيا هتمشي معاكي كويسة. هل ده ممكن يتماشى مع كل أنواع البشرة، فكرة البخار وفتح المسام وإن احنا ما نعرفش اصلا احنا بنعملها بطريقه صحيه ولا لا؟ لا، يعني انا بقول ما حدش ينساق ورا الوصفات اللي مجهوله المصدر او وصفات بتبقى موجوده في السوشيال ميديا، ومش دكاتره اللي بيتكلموا في الحاجات دي. فلازم ابقى ذكيه جدا واعرف ان بشرتي اهم حاجه يعني في مظهري الخارجي، هو وشي وده مرآتي للمجتمع، وما ينفعش ان ده يبقى حقل التجارب. لازم استخدم حاجه امنه جدا مرخصه من وزاره الصحه المصريه، وعارفه مصدرها ايه والشركه المنتجه ايه والفيدباك كمان كان ايه مع استخدام الكريم. فانا لا، انا ضد ده الحقيقه. انا مع ان انا استخدم حاجه ومرخصه وامنه ومكوناتها طبيعيه، ودخلت على تستات البي اتش، يعني البي اتش بتاعت البشره لازم الكريم اللي بستخدمه معادل للبي اتش بتاعت البشره عشان ما يحصليش التهاب او مشكله. طيب انا يعني لو التزمت بنصيحه حضرتك وتعاملت مع كريمات فيها كل المواصفات اللي حضرتك قلتيها ان هي امنه ومرخصه من وزاره الصحه وغيره، اختار الكريم المناسب ليا ازاي؟ ايه الكريم المناسب اللي تنصحيني بيه؟ انصحك وانصح كل الستات الحلوه اللي بتتفرج علينا بكريم اسمه بينكي. كتير جدا بيستخدموا كريمات، وممكن كريمات تعمل حاجه كويسه للبشره الجافه، تيجي عند البشره الدهنيه تقلب لها حبوب ومشاكل. فانا بقول في كريم نزل لسوق التجميل في مصر هايل، كل مكوناته طبيعيه، مناسب بشره دهنيه، هقول ازاي مناسب للبشره الدهنيه، مناسب للبشره الجافه هقول ازاي، ومناسب جدا لحساسيه البشره او البشره الحساسه. فانا بنصح اي ست وفي جميع الاعمار من صغيره لسن كبير، ما تقوليش مثلا يا لا ده انا مثلا عديت الستين وعندي مشاكل كتيره جدا وكريم بينكي هيعمل ايه ولا ايه. لا، انا بقولها ان اولا السن ده في البطاقه، والشباب بيبقى في الروح طبعا، واتس نيفر تو ليت، وفي اي وقت ابتدي اجامل نفسي ايه المشكله طبعا. فاستخدم كريم بينكي لجميع الاعمار وجميع انواع البشره. طيب لما نقول مثلا الكبار ممكن تيجي تقول لك اتس تو ليت، الصغيرين بقى ممكن الامهات تخاف عشان تقول لك ايه انا بنتي لسه صغيره، طب اخاف الحاجات دي، يعني جسمها مش مكتمل، نموها مش مكتمل، اخاف الحاجات دي تدي مفعول عكسي معاها. هل كريم بينكي امن للمراهقين؟ كريم بينكي امن للمراهقين، ما فيهوش كيميكلز، ما هتخاف من ايه؟ بالعكس هي بتظبط بنتها اكتر، والمراهقين احيانا بيطلع لهم حب شباب ومحتاجين مع البريسكريبشن او الروشته بتاعت الدكتور كمان استخدم كريم بينكي انه يعمل لي عنايه. فبقول لاي ام ما تخافيش، بالعكس استخدميه لبنتك، وكريم بينكي كله فيتامينات وكله احماض امينيه، الامينو اسيد، اوميجا، مستخلصات طبيعيه زي شيء اخضر، زي مستخلص عرق السوس ومستخلص الساليسين ومستخلص التوت البري، وكل الحاجات دي هتفتح جدا البشره. هتعالج على فكره الهالات السوداء،
انا بشوف بنات 19 سنه بلاقي هنا اسود مظبوط. فبالعكس استخدمه من اي سن. وعايزه اقول لك لما قلتي لي ان الام تقول لك لا بنتي في سن المراهقه، الامهات دلوقتي بتستخدم كريم بينكي للبيبيز. ممتاز. البيبيز بيحصل لهم طبعا التهاب في الحفاضات وكده، فبيستخدم لانه مليان زنك اوريدي، هو فيه خصائص انتي انفلاماتري او ضد الالتهاب، لانه فيه زنك وفيه لحاء الصفصاف، فاستخدمه في جميع الاعمار مفيش مشكله. طيب في برضو سيدات بيحاولوا يخلوا بالهم من نفسهم، ولكن مثلا هم اهتمامهم بنفسهم او طبيعه شغلهم بتضطرهم ان هم طول اليوم 10 ساعات في اليوم حاطين ميك اب، يعني بسبب الشغل ان هي في الشارع هي حابه نفسها كده. هنا ازاي ممكن تستفيد من كريم بينكي؟ ازاي الست دي اللي بتقول لك انا مخليه بالي والله بس غصب عني كتر الميك اب بيتعب لي وشي؟ طبعا الميك اب الكتير والميك اب لما بيتحط ساعات طويله ومهما عليتي في البراندات اكيد اكيد هيتعب لك البشره. ازاي كريم بينكي يقدر يساعد في ده؟ ان انا استخدم كريم بينكي قبل ما احط الميك اب بتاعي كطبقه عازله، ان انا امنع من اختراق الميك اب لطبقات الجلد العميقه، وبعد ما اروح بغسل وشي. انت ممكن بنزيل بالوايبس، الوايبس شويه بتنشف بتحرق احيانا طبعا، فبغسل وشي بمسح الميك اب بتاعي بالوايبس وبغسل وشي بالغسول بتاعي، ولازم ارطب بعديها على طول بكريم بينكي. فانا كده عرفت ان انا اتفادى الاثار الجانبيه بتاعت الميك اب. بس عايزه اقول لكل الستات اللي بتحط فول ميك اب، هي رايحه الشغل رايحه في حته طول الوقت حاطه ميك اب عشان عندها مشاكل، في خلال شهر ونص من استخدام اليومي لكريم بينكي هتلاقي نفسها بتخفف الميك اب لوحده. لان لو الست بتحط ميك اب بتداري حبايه هنا بتداري اثار هنا، النمش كتير، الهالات السوداء كتير، فكونسيلر وباودر ومش عارفه ايه، الاسمرار اللي حوالين الحاجات دي كلها بنداريها بالميك اب، فهي هتلاقي في خلال شهر ونص الحاجات دي ممتاز بتظبط معاها، فبتلاقي انها بتحط ماسكره وروج وبتنسى. يعني هي في الوقت ده بتستعمله كبرايمر، وفي نفس الوقت هي بتستغل الفرصه دي عشان تعالج بيها المشاكل اللي عندها في بشرتها. طبعا اكيد. طيب في نقطه ثانيه يا دكتور، العنايه بالنظافه الشخصيه عند السيدات واللي بيدخل فيها فكره ازاله الشعر الزائد. مش كل الستات عندها امكانيات او حتى الوقت ان هي تروح لناس متخصصه فبتتعامل لوحدها، وده احيانا بيكون ليه نتائج سلبيه، يعني بالذات لو في الوش، لو في اماكن بانيه باينه بنلاقي غمقان، بنلاقي حتى ان الجلد ابتدى تطلع فيه خطوط رفيعه من كتر الشد واستعمال المواد دي. هنا كريم بينكي هل ممكن يصلح ما افسده اللي احنا بنعمله في نفسنا؟ ايوه طبعا كلامك صح 100%. بتلاقي بنات كتير حوالين بقها غامق نتيجه اللي قلتي عليه، وازاله الشعر هي بتعملها بشده معينه، الحته دي ناشفه اصلا وهي اصلا بشرتها جافه وجت ازاله شعر فاوريدي بيحصل لها التهاب رهيب. فانا بقول للبنات دي انها ما تنساش وهي بتدهن كريم بينكي الحته دي مهمه جدا. وبنتكلم كمان لو ازاله الشعر تحت الابط بطريقه مش صح او حطينا ديودرنت مش صحيح بيلهب جدا. ولو سمحتوا بعد ما بنزيل الشعر بلاش في نفس اليوم احط ديودرنت خالص. دي برضو حاجه حلوه. بس ممكن نحط كريم بينكي بعد طبعًا ما يتم ازاله الشعر كمرطب لان مباشره ما عندناش مشكله بتلهب، فاستخدم على طول كريم بينكي هيدي ترطيب حلو قوي، لان انا محتاجه زبده شيا وزبده الكاكاو بعد ازاله الشعر. وطبعا النظافه الشخصيه مهمه، ان احنا ناخد الشاور اليومي عشان الاملاح الكتير برضو بتغمق جدا. طيب من الحاجات برضو احنا يعني يمكن من ساعه ما ابتدينا نتقابل مع بعض بنتكلم عن الستات الستات الستات، بس الرجاله برضو بتاخد بالها من نفسها. ولما بندخل صيدليه او حاجه بنلاقي سكشن مخصص للرجاله، وكان المتعارف عليه ان يمكن طبيعه الست او طبيعه بشره الست مختلفه عن طبيعه بشره الراجل، ما اعرفش، بس بنلاقي بيقول لك ده يصلح للرجاله وده يصلح للسيدات. كريم بينكي بقى هل يصلح للاثنين ولا لا؟
كريم بينكي هايل مع الرجال. انا طول الوقت بتكلم على الستات لان انا يعني يمكن ست ويمكن ست شويه بتهتم اكتر، بس هو فعلا دلوقتي على فكره الرجاله بتهتم جدا اكتر مننا والله جدا. فبقول رجال كتير استخدمت كريم بينكي، ويمكن عند الرجال كتير عندها تصبغات ومش هيداروا بقى بالميك اب زي الستات بالظبط، وبيتعرضوا للشمس كتير، وعندهم بيبقى هالات سودا. وعندك بالاخص الرجال الاصحاب البشره الجافه اللي بيحلقوا دقنهم كل يوم، بتلاقي الحته دي عندهم حمره طول الوقت، حبوب طول الوقت. فبنصح الرجال اللي بيطلع لها حبوب كتير نتيجه الحلاقه هتستخدم كريم بينكي مره الصبح ومره بالليل، الالتهاب ده كله هيروح. ورجال كتير طبعا عندنا عملاء رجال كتير اتعالج لهم هالات سودا، تصبغات والحبوب واثار الحبوب نتيجه الدقن. يعني ممكن نستعمله حتى كانه كافتر شيف يعني طبعًا للراجل طبعًا، عشان ما يلتهبش وما يتعبش بعد الحلاقه بشكل يومي، ما عندناش مشكله. هايل كافتر شيف. انا بقول ان كريم بينكي اتس فاميلي برودكت، يعني ممكن فعلا منتج العائله. طيب من نقاط برضو يا دكتور اللي احنا حابين نتكلم فيها النهارده ولبنات كتيرة بتعملها بالغلط، هي فكرة التقشير. بنلاقي على السوشيال ميديا إعلانات كتير بأسعار وبديسكاونت وبأسعار قليلة، فالبنات بتستسهل يلا نروح نعمل تقشير، وده أحيانا يعني بيشوههم مش هكذب، يعني لما تبقى بيعملها مشاكل، تبقى بشرة جافة، تبقى اللون مش متطابق. هل ممكن نعالج ده من خلال كريم بينكي؟ في ناس للأسف غلطت وعملت ده بشكل زياده عن اللزوم. كريم بينكي انا بقول عليه الامثل لتقشير الوجه من غير اعراض جانبيه. ايه الماده اللي داخل كريم بينكي الامنه اللي تقدر تزيل وتقشر الجلد وتزيل الخلايا الميته وتنظف المسامات الجلد، وبالتالي انت لما بتزيل الخلايا الميته من بشرتك بتولدي خلايا جديده، بتولدي كولاجين، فوشك بيبقى في صحه اكتر. الماده اللي داخل كريم بينكي المسؤوله عن ده انها تقشر من غير اعراض جانبيه هي ماده الساليسين. من اهم المواد داخل هذا الكريم ماده الساليسين، بلس ان عندنا حاجتين ثلاث حاجات بتعمل ترطيب. عندي زبده شيا، زبده كاكاو، لحق الصفصاف، فانا بقشر وبرطب في نفس الوقت. المعادله دي صعبه اتحققت الحقيقه في كريم بينكي. طيب دكتور دينا، يعني انا لسه عندي اسئله كتير عايزه اقولها، بس ان شاء الله هيكون لنا لقاءات تانية علشان نتكلم اكتر على كريم بينكي، لان انا حتى ببص كده قدامي بقول ده انا لسه عايزه اتكلم على البشره الجافه، واحنا دلوقتي داخلين صيف والدنيا بتبقى حر والبشره الجافه بتبقى متعبه اكتر، فان شاء الله هيكون لنا لقاء تاني علشان نتكلم على انواع البشره المختلفه، على الاخطاء اللي بيعملوها البنات للاسف، يعني عن سوء خلينا نقول سوء استعلام، ما بيروحوش للشخص الصح، ما بيسالوش بالطريقه الصح. فاحنا مع دكتور دينا ابو السعود هنتكلم اكتر عن كريم بينكي وازاي ممكن نستفاد منه علشان نتدارك التقصير في حق جمالنا وفي حق بشرتنا، او حتى يعني نصلح الاخطاء اللي ممكن نكون عملناها في حق نفسنا من الناحيه الجماليه. دكتور دينا ابو سعود شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا النهارده. مشاهدينا خليكم معانا في صحتك بالدنيا.